تفجير العصر بيروتشيما مجدداً إلى الواجهة، وذلك في مقال نشرته جريدة النهار الأسبوع الفائت، والذي يتضمن معلومات خطيرة لم يقرأها أصحاب الشأن لأنهم مصرون باعتبار أنفسهم فوق القضاء. تقول النهار في تقريرها أن العديد من رجال السياسة والأجهزة الأمنية متورط بشكل مباشر وغير مباشر بما حصل في مرفأ بيروت. ومن الأسئلة التي طرحتها حول عنبر رقم 12، لماذا كان العنبر الوحيد من دون كاميرات؟ لماذا توجد فيه فجوات؟ كيف تم استصدار القرار القضائي بمصادرة هذه الكميات من النيتريت قبل وصول الباخرة إلى بيروت؟ لماذا خزنت هذه البضاعة لست سنوات بعلم كل الأجهزة والإدارات العامة؟ وتذكر الصحيفة أن تقريراً عمل على إنجازه الضابط في أمن الدولة جوزيف النداف لمدة 6 أشهر أكد فيه أن المواد الموضوعة في العنبر 12 خطيرة للغاية وتستعمل لصناعة المتفجرات. والضابط النداف موقوف اليوم لدى الأجهزة الأمنية مكافأة له، والآخرون يسرحون ويمرحون، وفي طليعتهم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. وقد أبلغ مدير عام أمن الدولة توني صليبا رئيس الحكومة حسن الدياب في 3 حزيران شفهيا نتيجة التقرير، فرد الأخير أنه سيقوم بزيارة المرفأ في 4 حزيران للاطلاع وإعطاء التوجيهات لمعالجة المواد الخطرة، وهذا الذي لم يحصل طبعا. كما أن رئيس الجمهورية ميشيل عون قد تبلغ من مستشاره الأمني 3 مرات تقرير أمن الدولة، ولكن للأسف لا تندهي ما في حدا. كم من الحبر والدم سنذرف بعد اليوم لمحاسبة المجرمين في جريمة العصر؟